ولأنها العاصمة السياسية للبلاد، تحاول واشنطن أن تكون أيضا عاصمة لاحتفالات عيد الميلاد ونهاية السنة، أضواء وألوان، ولكن الأهم أن تكون مدينة للتسوق مثل باقي المدن. وسط المدينة محل ميسيس قبلة لكثيرين، أخصائي وتسويق استعملوا آخر وأحدث الأساليب لإغراء الزبون الذي يتجاوب مع الإغراء، لعلمه أن الأمر يتعلق بعيد وجب الاحتفال به مهما كان. الهدايا لا يجب تقديرها بثمنها، كلما قدمت هدية فإنك تقوم بالتفاتة دافئة، أيا كان نوع الهدية عليك أن تهدي كما أهدوك. متاجر أمريكية ابتدعت أشكالاً أخرى من الإغراء، وصلت حد توفير أغذية ومشروبات للزبون، الزبون الذي يلقبونه بالملك. المستهلك هو الملك وهو صاحب السلطة، بحيث يختار أين يصرف أمواله أينما أراد، وإذا أردنا كسبه لصالحنا فيجب أن نمنحه تجربة استثنائية وعلينا أن نخلق علاقة معه. أما فيليب الموظف الأمريكي فإنه لا يتردد في الاعتراف بأنه يتجاوز إمكاناته المالية ليقع في الديون، ومع ذلك الهدايا يجب أن تشترى ويجب أن تهدى لمن نحب في هذا الموسم. حاولت أن أصرف مبلغاً مقبولاً، ولكني وجدت نفسي مداناً. لقد صرفت أكثر مما يجب إلى درجة الاستدانة، والسبب هو الإغراء والمزايا التي تمنحها المحلات التجارية في هذا الموسم. من سنة إلى أخرى تتزايد المبالغ التي يصرفها الأمريكيون في أعياد الميلاد ونهاية السنة، خصوصا فيما يتعلق بشراء الهدايا، ولكن ثمة من الأمريكيين من يعتقد بأن قيمة الهدية في رمزيتها. الأطفال المهاجرون والأشخاص الفقراء هم من يحتاجون الهدايا، علينا أن نعطي الهدايا للمحتاجين. في الساعات التي تسبق عيد الميلاد تهدأ المدينة نسبياً، ربما لأن أغلب الهدايا تكون قد وضعت تحت أشجار عيد الميلاد، هذه الأشجار التي أصبحت بحد ذاتها مجالاً تجارياً كبيراً. تقول الإحصاءات إن الأمريكيين يصرفون قرابة 30 مليون دولار إجمالاً لشراء الأشجار الحقيقية مثل هذه أمام الكونغرس الأمريكي وليس الاصطناعية. إحصاءات أخرى تتحدث عن أن 15% من الأمريكيين يبيعون بعض ممتلكاتهم لتمويل احتياجات عيد الكريسماس. أما معدل ما يصرفه الفرد الأمريكي خلال عيد الميلاد ونهاية السنة فهو 1500 دولار. وإذا كانت الأرقام المتعلقة بما يصرفه الأمريكيون للاحتفال بعيد الميلاد وعيد نهاية السنة معروفة، فإن ما يصرفه الأمريكيون للتزيين خصوصا في الساحات العمومية للمدن الكبرى مثل واشنطن تبقى مجهولة بالنسبة للكثيرين. خليل بن طويل، الحرة، واشنطن.